بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا امبارح ان الاهلي يخوف مع الراجل ده. موسيماني يا رجالة بيترنح، موسيماني تغييراته الشوط التاني كسكسي على حمصي، مش سمك لبن تمر هندي بقى، لا كسكسي على حمصي. لا الكسكسي ينفع ولا الحمصي ينفع ان يبقى يتحط على الحمص، يتحط على الكسكسي. موسيماني النهارده بيفتي، عشان اقول لكم ان هو راجل قليل فنيا وتكتيكيا انتوا مش مصدقين. اخطر لعيب في الملعب احمد عبد القادر، اللي هو عامل له الجون الاولاني وراح انفراد وضاع، واللي هو بيمسكه كوره واللي هو عامل خطوره على المرمى قام جاي شده. حد يقول لي يا رجاله الشوط الثاني موسيماني تغييراته بتهدف على ايه؟ وسايب بيرسي تاوي ال 90 دقيقة ولا ال 95 دقيقة بناء على ايه؟ ماشي، بيرسي تاوي الماتش اللي فات هو اللي جاب لك البطولة بالكورة اللي هو عملها وغير اتجاهه فيها، ماشي. النهارده تواجده قليل جدا، انت خرجت قفشة وخرجت احمد عبد القادر، الناس اللي هي عاملة لك الشكل، الناس اللي بتمسكك الكورة، نزلت بقى طاهر محمد طاهر قول لي دوره ايه؟ نزلت حسين الشحات قول لي دوره ايه؟ نزلت رامي ربيعه اللي هو خلاك اتضغط ودخل فيك الجول. يعني تغييره ملهاش اي معنى، انت لو عايز تغير دخل اكرم توفيق زي ما هو نص ملعب ونزل محمد هاني، او نزل حسين الشحات باك رايت، او نزل عمار حمدي باك رايت. لو انت عايز تخلي يعني تحتفظ بالهيكل الاساسي وتخلي ان في فلسفة، في كورة، في تسليم وتسلم، في خطورة جاء من ورا حسين الشحات أو مثلا عمار مع الراجل اللي هو بيرسي تاو ده هيعملوا شغل. وقمت جاي منزل علي معلول، علي معلول مش قادر يجري يا رجالة، علي معلول واضح كده إن هو لسه مصاب وبيلعب والإصابة باينة عليه، مش قادر حتى في الكورة مش قادر يرفع رجله. طبعا إحنا بنتكلم الكلام ده في ناس يقول لك أنت جاي جنب علي معلول، علي معلول مين ده؟ بنقول لك مصاب فعشان كده مش قادر، ولو فضل على كده هيبقى من أسوأ لأسوأ، لأن باين إن هو لسه مصاب ومرجعش لحالته. إحنا نرجع تاني بقى للشوط الأولاني، أول خمس دقايق لعيبة الأهلي عالمية. جون وفرصة ضيع البيرسي تاو وضغط والكلام ده، قلنا هنشوف مباراة ما شفناهاش بقالنا كتير. وفعلا ده موسيماني النهارده بيلعب بطريقة 4 3 3. ايه ده؟ حاطط قفشة وحاطط الراجل اللي اسمه ديانج، وحاطط قفشة ناحية اليمين، وحاطط أحمد عبد القادر ناحية الشمال، وقدام ميكسوني ناحية الشمال، راس حربة محمد شريف ناحية اليمين، بيرسي تاو. قلنا بس هو ده 4 3 3. في اول خمس دقايق شفنا الضغط وشفنا الكوره وشفنا وبعد كده ما شفناش النادي الاهلي. بعد كده رجعت ريما لعادتها القديمه، الوحيد اللي عمال يناضل ويجري ويباص ويتحرك ويروح على الجون ويعمل جون ويضيع جون هو احمد عبد القادر، قام جاي بعبقريته. طب ازاي انا اخليه؟ قمت جاي سحبه عشان اجامل، وقمت جاي طب ما تسحب بيرسي تاو، ما تسحب بيرسي تاو، اسحب محمد شريف. ماشي، مش هنقول لك لا، ما الراجل جاب جون وخلاص وربنا كرمه، بس واضح كده ان هو الاربعه اللي ورا متفوقين على الثلاثه اللي قدام بتوع النادي الاهلي. ابدا اعمل بقى حاجات، يعني كل واحد يلعب في مكانه. انت بقى نزلت الناس دي الشوط الثاني، اراهنك لو هو عرف طار محمد طار بيلعب ايه، حسين الشحات بيلعب ايه، عمار حمدي بيلعب ايه، اكرم توفيق بيلعب ايه. ده اكرم توفيق كان بيلعب وينج رايت، يعني في كام كوره مرتده كده كنا بنشوفها ما فيش الا رامي ربيعه وحمدي فتحي، والباقي ده حتى بدر بنون طالع يهاجم. فقلنا لكم يا رجاله الدوري غير يعني الدولي غير الدولي، الدوري غير الدولي، الدولي ده حاجه انت رحت كسبت بضربات الترجيح وجماهير النادي الاهلي عماله تقول لك اه بلس 90 ولا وعمل تغييرات ولا لا لا لا. هنا بقى الناس عارفه يعني بما يرضي الله، بما يرضي الله، علي ماهر يروح يقعد على دكة النادي الأهلي يقود النادي الأهلي، وده لا كتير عليه فيوتشر ياخد شنطته ويروح. أقسم بالله علي ماهر النهارده يعني بصوا للكواليتي بتاع لعيبة النادي الأهلي وبصوا للكواليتي بتاع لعيبة فيوتشر، بصوا شوفوا ده وده 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 وقيسوا سواء ماديا أو فنيا أو تكتيكيا أو منتخبيا أو أي حاجة، كفة النادي الأهلي هترجع. انما
علي ماهر واللعيبه اللي معاه دي ويمشيها زي ما هو عايز. واقول لكم على حاجه، الشناوي اتطرد. فاكرين الكرة بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت عامر في ماتش السيراميكا لما اتطرد في اول تلت ساعه من المباراه لما الاهلي كسب 4؟ فاكرين؟ ما كانت زي بتاعت الشناوي دي. هتقول لي لا دي جت في ايده. طب ما ده انفراد صريح، ده الراجل رقصه وده خبط رجله. بس طبعا هيطلع لنا بقى اللي هو قال الله وقال الرسول بقى، وهيقول لك ايه لا اصل ديت فيها، لا ده المفروض ياخد فيها انذار الفرود. ازاي يتجرأ ويرقص الشناوي؟ ازاي يجي له قلب ويرقص الشناوي؟ لا ده لازم يطرد الفرود اللي يطرد. انت كده مش بتعمل لنا احباط بقى للشناوي وهو رايح بطولة الامم؟ لا لا لا، لازم اتحاد الكرة ولجنة المسابقات توقف الراجل اللي هو اتعامل معاه الفاول ده اللي هو الفرود ده، احمد عاطف. لا لا لا، ما ينفعش. طول ما الكرة كده عندنا والله ما شفتوا احنا عمالين نتصدم في البطولة العربية وهنتصدم في البطولة الأفريقية وهنتصدم في كأس العالم بسبب الحاجات اللي هي الهايفة الصغيرة دي. لأن احنا ما عندناش إلا الأهلي بس هو اللي ينافس، هو والزمالك. غير كده لا، ممنوع لأي فرقة تنافس. احنا عايزين الدنيا تبقى كلها منافسة، عشان لما بيبقى في منافسة بيبرز لك لعيبة وبيبرز لك مدربين وبيبرز لك منتخب قوي وأندية قوية. إنما أنت بالشكل ده مش هنلاقي، والله مش هنلاقي. احنا 110 مليون داخلين على 120 ومش عارفين نجيب 11 لعيب، ما عندناش الا صلاح واثنين ثلاثه. تعال بقى الجزائر اللي هي 36 مليون عندها ثلاث منتخبات. ليه؟ لان هناك التخطيط صح. ما عندهمش هنا بوريده، ما عندهمش احمد مجاهد. ها بيشوف مين الافضل وهاتوه. ما الراجل اللي ماسك جمال بالماضي ده، ما الراجل اصلا لعيب منتخب، ما هو زيه زي حسام حسن، ما هو زيه زي حسام حسن، ده نجم وده نجم، بل كمان حسام عميد لعيب العالم. يعني احنا لو جبناه هيكسر الدنيا. مش هنرجع بعيد عشان ايه ما نخشش في متاهه. نرجع تاني لموضوعنا، موضوع الاهلي النهارده وفيوتشر. ايه رايكم بقى يا جماهير الاهلي؟ انا النهارده وانا قاعد بتفرج بعد 5 دقايق الناس تقول لي لا موسيماني النهارده كويس. قلت لهم طب استنى نكمل الشوط الاولاني نشوف الدنيا فيها ايه. لقيتهم هم بيتصلوا بيا بين التايمين واثناء المباراه بيقول لي لا ده الراجل ده مبوظ الدنيا، الراجل ده لازم يمشي. قلت لهم قولوا الكابتن محمود الخطيب لحسن. اصل كله بقى يقول لك ايه، اصل جاب 6 بطولات، ما 6 بطولات فيهم 3 بضربات الجزاء وفيهم واحده بالحظ وفيهم واحده ما شفناش له بصمه، مع ان مع احسن لعيبه واحسن نادي في افريقيا واحسن امكانيات في افريقيا وما فيش نادي في افريقيا فيه الامكانيات دي. فين بصمته هو؟ هو فالح بس لما يجي يوجه للناس اللي على الدكه. اما يجي يغير سابك لبن تمرين دي. لا النهارده بقى الجديد كسكسي على حمصي. النهارده هات لي واحد من اللي نزل بيلعب فين؟ يعني انا عايز اساله في المؤتمر الصحفي لو انا هناك، اقول له انت نزلت محمد طار بيلعب ايه؟ نزلت حسين الشحات بيلعب ايه؟ عمار حمدي بيلعب ايه؟ رامي ربيعه الوحيد اللي عارفين ان هو بيلعب مساء. انما الباقي ده بيلعبوا فين؟ ده بيلعب فين وده بيلعب فين؟ فمكانه ايه؟ ده حتى كمان بدر بنون ساب الحته اللي ورا وطلع يهاجم. فاعتقد يعني ان الدوري طول ما هو هيبقى كده لو ما كانش الحكام هتلحق النادي الاهلي، انا بكلمكم بمنتهى الامانه بقى عشان نبقى او ان يبقى في حظ، الدوره هيضيع من النادي الاهلي. انا بقول لكم من دلوقتي عشان تبقوا على بينه وعلى نور. لو النهارده في حكم عادل طرد للشناوي، محدش يقول لي بم دي لو للنادي الاهلي والله طرد وهيتعمل له محضر ويقعد 4 ايام في القسم وبعد كده ممكن ياخد استمرار.